السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى يا حبايب قلبي؟ النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخد الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. نخلي بالنا يا سنة أولى، التاء المربوطة هي تلحق أو هي تاء تلحق آخر الاسم، يبقى مكانها فين؟ في الأسماء، يبقى مكانها وبتيجي فين؟ في الأسماء مش في الأفعال. شكلها زي ما أنت شايف قدامك كده، يا إما خمسة مدورة عليها نقطتين، يا إما الشكل التاني اللي متصل. يبقى الشكل الأولاني منفصل والشكل التاني متصل. طيب، وتنطق التاء المربوطة هاء عند الوقف. إذا وقفت عليها يا سنة أولى هنطقها هاء مش تاء. وتنطق تاء مربوطة تاء عند الوصل. بنطقها تاء عند الوصل لما أكون بكمل بقية كلامي في الكلام، وتكون عليها نقطتان وتكون في آخر الأسماء فقط زي ما أنا اتفقت معاك. يبقى التاء المربوطة بتيجي في الأسماء، في الإيه؟ في الأسماء، وبتكون من ضمن علامات الأسماء برضو، إن الاسم بيجي معاه تاء مربوطة. التاء المربوطة بتيجي بالشكلين اللي أنت شايفهم قدامك، إما منفصل أو متصل. بتكون لما بكمل بقية كلامي كله بتنطق تاء، لكن لما باجي أقف عليها بنطقها هاء. مثال زي على كده إيه؟ كلمة مدرسة، أنا كده وقفت عليها ممكن أقول مدرسة يبقى اتنطقت هاء، وممكن أقول مدرسة إذا كنت هكمل كلامي يبقى اتنطقت تاء عند الوصل وهاء عند الوقف. الكلمة التانية معلمة عند الوصل ومعلمة عند الوقف. سارة، دي كده لما هوصل وشكل واقول التنوين وانطقها تاء، اما لما هقف عليها تتنطق هاء. ساره. بقره عند الوصل ولما اقف عليها هتبقى بقره. ودلوقتي يا سنه اولى هناخد التاء المفتوحه. التاء المفتوحه يا سنه اولى هي تاء تاتي في نهايه الكلمه فقط، لان انا دلوقتي بفرق ما بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه. فالتاء المفتوحه هنا اللي بتيجي في نهايه الكلام، وتنطق تاء دائما عند الوقف وعند الوصل في الكلام. هي بتنطق تاء سواء وقفنا عليها او سواء وصلنا، يبقى ساعه عند الوقف اذا هقف وعند الوصل اذا هوصل كده كده بتتنطق تاء. مثل ايه؟ توت، بيت، كتبت، شرحت، وهكذا. التقويم. اقرأ ثم أجب. في أول يوم في المدرسة ركبت منة السيارة، ولكنها كانت خائفة قليلا، وعندما رأت المعلمة وأصحابها نسيت خوفها وقضيت يومها وهي سعيدة. المطلوب هنا أستخرج الكلمات التي بها تاء مربوطة وتاء مفتوحة. تاء مربوطة هنا هبتدي ادور على الكلمات اللي اخرها تاء مربوطه واكتبها في الايه، في العمود اللي قدامي ده، والكلمات اللي فيها تاء مفتوحه واكتبها في العمود اللي قدامي. طيب، التاء المربوطه تمام، المدرسه كمان، منه او السياره خائفه، المعلمه سعيده، كل دي بها تاء ايه؟ مربوطه. عرفت منين؟ جايه في اخر الكلمه، وكمان بنطقها في الوصل تاء وفي الوقف هاء، وكل ده وبتيجي في الأسماء، وزي ما أنا شرحت كل الإيه التاء المربوطة والمتعلق بالتاء المربوطة. تعالوا نشوف كلمات فيها تاء مفتوحة. راكبت، كانت، رأت، نسيت، وقضت. كل دي بها تاء ايه؟ مفتوحه. وعرفنا ان التاء المفتوحه دي بتيجي في اخر الكلمه وبتكون بتنطق تاء سواء في الوصل او في الوقف. وبكده نكون خلصنا التاء المربوطه والتاء المفتوحه والفرق ما ايه ما بينهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.